زيت اللوز. إليك أهم المعلومات والتفاصيل حول زيت اللوز وفوائده المتعددة للوجه والبشرة. تركيبة زيت اللوز الحلو. يحتوي زيت اللوز الحلو على نسبة عالية من المواد الغذائية التي تحتاجها البشرة، مما قد يجعله خياراً رائعاً لمكافحة العديد من مشاكل البشرة. وهذه قائمة بأهم العناصر الغذائية التي يحتوي عليها زيت اللوز الحلو: مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين A، فيتامينات المجموعة B وفيتامين K، معادن مختلفة مثل الزنك، المغنيسيوم، البوتاسيوم، المنغنيز، الفوسفور، أحماض أوميغا 6 وأحماض أوميغا 3. قد تساعد المكونات المذكورة آنفاً والتي يحتوي زيت اللوز الحلو على نسب جيدة منها على تحفيز تجديد خلايا البشرة ومكافحة العديد من مشاكلها. فوائد زيت اللوز الحلو للوجه. لزيت اللوز الحلو العديد من الفوائد المحتملة للوجه والبشرة، إليك قائمة بأهمها: ترطيب البشرة. قد يساعد زيت اللوز الحلو على ترطيب البشرة وتخفيف جفافها، خاصة لدى الأشخاص المصابين ببعض الأمراض والمشاكل الجلدية التي تسبب جفاف البشرة مثل الأكزيما والصدفية. وقد وجدت إحدى الدراسات أن تأثير زيت اللوز الحلو على البشرة يشبه إلى حد كبير تأثير الفازلين، كما أنه آمن للاستخدام على البشرة تماماً كالفازلين. تفتيح البشرة والتصبغات. قد يساعد استخدام زيت اللوز الحلو للوجه وللبشرة على تفتيح البشرة، لذا فهو قد يكون مفيداً بشكل خاص في التالي: علاج التصبغات الجلدية، علاج حروق الشمس، تخفيف الهالات السوداء تحت العيون، تحسين مظهر الندوب وتخفيف علامات حب الشباب، توحيد لون البشرة، تحسين مظاهر علامات تشقق الجلد القديمة أو الحماية من ظهور علامات تشقق جلدية جديدة، تخفيف تهيج البشرة. قد يساعد زيت اللوز الحلو على تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف التحسس الذي قد تسببه عوامل خارجية أو أمراض مثل الأكزيما والصدفية، وذلك بسبب احتوائه على مواد طبيعية مضادة للالتهاب. وسواء كان هذا التهيج على هيئة طفح واحمرار أو على هيئة حكة وتورم، فإن زيت اللوز قد يوفر علاجاً سريعاً يهدئ البشرة بشكل فوري. علاج تشقق الشفاه. من الفوائد المحتملة لزيت اللوز الحلو للوجه أنه قد يساعد على تطيب الشفاه المتشققة وعلاجها، إذ يحتوي زيت اللوز على مزيج من الفيتامينات والمعادن التي قد تجعل منه مرطباً ممتازاً للشفاه. الحماية من تأثير أشعة الشمس. وجدت إحدى الدراسات أن زيت اللوز قد يساعد على حماية البشرة من الأضرار التي قد تسببها لها أشعة الشمس، كما أنه قد يساعد على عكس التلف الناتج عن التعرض المطور لأشعة الشمس من دون حماية. مكافحة علامات شيخوخة البشرة. قد يساعد الاستخدام المنتظم لزيت اللوز على مكافحة الشوارد الحرة التي قد تسبب ظهور علامات شيخوخة على البشرة. هذا النوع من الفوائد يعزى غالباً لاحتواء زيت اللوز على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي قد يكون لها تأثير مضاد للأكسدة مثل فيتامين E. محاذير وأضرار. رغم أن فوائد زيت اللوز الحلو للوجه عديدة ومتنوعة، إلا أن هذا النوع من الزيوت لا يلائم الجميع، لذا وقبل استخدامه يجب أخذ المحاذير التالية بعين الاعتبار. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي نوع من المكسرات، يفضل أن تتجنب استخدام زيت اللوز الحلو للوجه والبشرة. قد يتسبب زيت اللوز الحلو بظهور رد فعل تحسسي لدى البعض، لذا وإذا كنت تستخدمه للمرة الأولى حاول اختباره على منطقة صغيرة من الجلد أولاً وراقب ردة فعل جلدك تجاهه. قد يتفاعل زيت اللوز الحلو بشكل سلبي مع بعض أنواع المراهم الجلدية، لذا يفضل استشارة الطبيب أولاً قبل استخدام هذا النوع من الزيوت مع أي مرهم طبي كان الطبيب قد وصفه للمريض.